وينضم لي عبر الهاتف عضو المكتب الإعلامي بعملية بركان الغضب عمران الشتاوي. السيد الشتاوي رحب بك معي في هذه النشرة. أهلا وسهلا بك سيد مصطفى، أحييك وأحيي جميع المشاهدين. حياك الله. في البداية سيد الشتاوي، لو تطلعني على ما حدث في المحاور أو في محاور الجنوب الغربي للعاصمة، محور الطويشة والعزازية وتلك المناطق هذا اليوم. نعم، هذا اليوم يعني حاولت ميليشيات حفتر التقدم في أكثر من محور، خصوصا محور الطويشة وأيضا حتى محور الخلاطات كذلك، لكن تم صد هذا الهجوم ويعني تكبيدهم خسائر كبيرة جدا وعادوا إلى تمركزاتهم السابقة. هذا فيما يتعلق بمحور الطويشة والخلاطات. أما في محور عين زارة الأبيار فأيضا حاولت هذه الميليشيات التقدم، لكن تم صدهم وكذلك السيطرة حتى على تمركزاتهم الموجودين فيها. يعني الآن هناك تقدمات واضحة جدا لقوات بركان الغضب في محور عين زارة الأبيار، ويعني سيطرت على أماكن كانوا متواجدين فيها ويعني يستعملون الأسلحة الثقيلة لقصف بعض الأحياء المدنية في جنوب طرابلس. طيب سيد عمران، يعني دعني أرجع بك مرة أخرى إلى الأوضاع في محور الطويشة، لأنني كنت سأخذ معك نقاط المحاور بترتبية معينة، لكن دعنا نبقى في محور الطويشة. كان هناك حديث حتى من صفحات تابعة لعملية بركان الغضب عن أن ميليشيات الكرامة قد تمكنت من التقدم عند نقاط معينة، ومن ثم تم الالتفاف عليها وطردها من الأماكن التي دخلت إليها. يعني ضعني في صورة ما الذي حدث بالتفصيل في الطويشة. نعم، هم حاولوا طبعا لأهمية هذا المحور التقدم واستعملوا جميع أنواع الأسلحة، أيضا غطاء جوي، لكن هذا المحور الآن هو تحت السيطرة التامة من قبل قوات بركان الغضب، وتم أيضا أسر عنصرين من ميليشيات حفتر. حاولوا قدر الإمكان أن يتقدموا في هذا المحور، استعملوا جميع أنواع الأسلحة مدعومين بغطاء جوي للوصول إلى تمركزات قوات بركان الغضب. في البداية فعلا يعني حققوا جزء من مما يطمحون إليه، لكن مع انتهاء الاشتباكات عادت ميليشيات حفتر إلى تمركزاتها السابقة، وتم التعامل معهم بحرفية تامة من قبل قوات بركان الغضب، وكبدوهم خسائر في الأرواح والمعدات وعادوا من حيث أتوا. طيب، ما يشاع على صفحاتهم بالسيطرة على هذا المحور وتحقيق نوع من التقدم هو عار على الصحة تماما. طيب الآن نرجع مرة أخرى إلى محور عين زارة، بدون الدخول في التفاصيل ربما قد تكون عسكرية بحثة، لكن هل التقدمات التي حققتها قوات الجيش الآن في هذا المحور تفيد فعلا العملية العسكرية التي تهدف إلى صد العدوان، أو بمعنى آخر كيف ستؤثر على سير المعركة في الأيام القادمة؟ نعم، هو في الواقع من قبل نحو أسبوع بلغنا من القادة الميدانيين الموجودين في هذا المحور بأن لديهم مرحلتين. المرحلة الأولى هي السيطرة على تمركزات في عين زارة تحديدا في الأبيار، السيطرة على تمركزات ميليشيات حفتر، ومن ثم التقدم. اليوم تم تحقيق المرحلة الأولى، وبالتأكيد ستستمر قوات بركان الغضب في تحقيق المرحلة الثانية اليومين القادمين لأهمية هذا المحور، وباعتبار أن معظم أو أغلب ميليشيات حفتر الموجودة في المحاور تتركز بشكل كبير جدا في هذا المحور لأهميته. سنشهد اليومين القادمين مزيد من التقدم لقوات بركان الغضب لتحقيق المرحلة الثانية. اليوم تمت المرحلة الأولى بنجاح، نعم، ودفعت ميليشيات حفتر إلى أبعد مما كانت موجودة فيه، وستستمر هذه العملية إلى حين تحقيق أهدافها دون الخوض في التفاصيل. أشكرك جزيل الشكر عضو المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب عمران الشتاوي، كنت معي عبر الهاتف.